عليكم ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير. أتصور أنه من أشهر الشخصيات العالمية بزماننا هذا الإسلامي شخصية الشيخ محمد بن عثيمين وشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز. شعبية جارفة مقاطعة النظير، مثل الشمس هابة في كل أو مشرقة في كل مكان، ومثل الريح هابة في كل موطن. سبحان اللي طرح لهم هذا القبول. ترى مو كل يا جماعة الخير لأجل العلم ولا لأجل بس الحفظ والفهم، وإن كان هذا سبب، لكن يا أخي في قلوبهم شيء الله يحبه. يوم ذكر الصدق والإخلاص عند الإمام أحمد قال بهذا ارتفع القوم. الشيخ عبد العزيز بينه وبين الشيخ محمد قرابة 17 سنة. الشيخ محمد ولد عام 1347 والشيخ عبد العزيز 1330، 17 سنة. وخذ ببالك أن الشيخ محمد يوم راح يدرس بالمعهد العلمي بالرياض كان يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني بن باز شيخه، ومع ذلك بينهم من التقدير والاحترام والإجلال شيء فظيع جدا. سولف علي طالب من طلاب العلم يقول كنا في مخيم في الحج، طبعا مخيم حج الشيخ عبد العزيز بن باز، عزيز بن باز بالحج عجوبة، يعني غاص بلبوه من طلاب العلم والشفاعات يعني، وكل جاين يمل عينه بهالإمام هذا. جاء طالب سائل، طبعا كان في جلسة فتية، جاء واحد وسأل، سأل الشيخ عبد العزيز بن باز، قال السؤال الأول، قال كذا وكذا وكذا، قال أعد فأعد، قال السؤال الثاني الشيخ عبد العزيز ما جاوبه طبعا، قال السؤال الثاني كذا وكذا وكذا، قال الشيخ عبد العزيز أعد أعد ما جاوبه بن باز. الثالث قال هو طبعا، قال له عندي ثلاث أسئلة، طرح السؤال الثالث وقال له أعد، ما جاوب الشيخ ولا على سؤال. قال له شفت الخيمة اللي ورانا ذي؟ قال لي، قال ناظر بالشيخ محمد راح اسأله. الشيخ محمد بن عثيمين، تخيل الشيخ يحول على تلميذه، عاد ناظر الأدب المتبادل بين هذين الإمامين. جاء الشيخ عبد العزيز وارسل الطالب لابن عثيمين، جاك الشيخ محمد عرف جواب السؤال الأول، جواب السؤال الثاني، جواب السؤال الثالث. توقعون جايين نافشين صدر 4 كيلو. جاء مباشرة قبل رأس الشيخ عبد العزيز بن باز وجلس بين يديه، فأخبره بجواب السؤال الأول، جواب السؤال الثاني، جواب السؤال الثالث. قولة الأعلام ما نزلت كدر بن باز ولا طيحته من عيون الناس، وإحالته على تلميذه وما جعلت القدر هذا ينخفض ولا ينزل، وتلميذه اللي كان يعرف الأجوبة اللي ما يعرفه شيخه ما جعلت صدره ينتفخ ولا يجيك يلبس ثياب العجب، بالعكس جاي بكل أدب واحترام وإجلال لتلميذ لشيخه. يا جماعة الخير الأخلاقيات هي اللي ترفع عباد الله الصادقين فعلا. بعض الناس اليوم حتى ما قرأ ولا حصل المسلم وعنده منسق وما يرد عليك إلا باللتي واللتي وغربيل، وأحيانا بس اسكت ساكت، ولا وأحيانا إذا ما يمكن حبيت راسه تقل حط بصدره عليك. سبحان الله العظيم، يقول ابن تيمية كلمة عظيمة جدا 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 ودك تكتبها بدموع الخاشعين، يقول ما لا يكون بالله لا يكون، الشيء اللي ما يكون باستعانة الله لا يكون، وما لا يكون لله يعني لأجل الله لا ينفع ولا يدوم.